السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. رحت اجيب شوية حاجات للبيت، قلت اخوكم معايا ايه نتفرج. اول حاجة اجيب عربية، بسم الله اخد العربية. بس قبل ما ادخل الجدة اروح ايه اسحب فلوس. اكتر حاجة بعملها في حياتي بسحب فلوس، سبحان الله ولا اله الا الله. لو بيجيني فلوس قد ما بسحب فلوس كان زماني مليونيرة والله. الحمد لله، يلا على كل حال، بسم الله بسم الله. هنا هسحب فلوس زيادة شوية عشان فلوس الإيجار يعني وكده. يلا ربنا يسدد ما علينا يا رب. يلا يا أم عبود، يلا ورانا مشاغل يا حاج. بعض الماكينات سهلة على طول الواحد يسحب، وبعضها رخم تقعد تشوف فين ومين رايح مع مين ومين جاي، لخبطه في لخبطه. وعربي وانجليزي يا مسهل، اللهم يسر يا رب. بسم الله، يلا يلا ديك البطاقه الاول وبعدين الفلوس. بسم الله، ايوه خدي الورقه يا ام عبود عشان تشوفي باقي حاجه ولا خلصت. يلا بسم الله ندخل بقى عشان ايه نجيب شوية حاجات للبيت، حاجات بسيطة يعني ان شاء الله بإذن الله. انا جاية خصوصا عشان اجيب لحمة مفرومة، يعني عايزة اعمل الحواوشي بتاع طنط منى، حكايات تيتا منى عملت حواوشي جميل جميل جميل، عجبني كده قلت لازم يا ام عبود تعمليه حتى لو ما طلعش زيه، اهو جربي يبقى كسبتي ايه شرف التجربة. دخلنا هنا بسم الله، ده غير باندا خالص، ده انضف بكتير. باندا هابطه بروح على حاجات معينه، ده مكان تاني، ده نظيف خالص يعني. حتى الحاجات اللي فيه تلاقيها حلوه كده وحاجات طازه كلها. بسم الله على اللحمه على طول يا ام عبود، هاتي نص كيلو لحمه يا حاجه واطلعي على طول. لا نص كيلو لحمه مين؟ ازاي؟ امال مين اللي يصرف؟ عايزين فيري ما عندناش، عليه عرض حظنا حلو. بسم الله ب 10 ريال اهو، يقعد عندنا شهر. سبحان الله، والواحد جوه اي سوق او اي مول او رايح يتقضى الا تلاقوا ابليس يفكروا بكل حاجه. كل حاجه هو ناسيها ابليس يفكروا بيها، طبعا لازم عشان الفلوس تطير. معجون الاسنان فكرني رغم اني كنت ناسي. هلا معجون الاسنان مخلص يا ام عبود، روح هاتي معجون اسنان لك وليا، طبعا لازم اجيب يعني. بدور عليه هنا لخبطوا الدنيا شويه، كان معجون الاسنان في المكان ده حشوه وحطوا مكانه معجون طماطم. يلا اهو ده معجون وده معجون، ايوه هنا اعتقد انه هنا الركن الهادي ده اكيد فيه الشامبوهات والبرفانات والمعجونات الاسنان، ايوه هو ده. بس انا ما بستخدمش الحاجات دي، ان شاء الله يكون موجود هنا اللي انا بستخدمه. هو ده هو ده، جميل بصراحه، غالي بس حلو حلو حلو، الماني. بسم الله، خلاص يا حاجة اطلعي بقى من الركن ده وروحي ايه هاتي نص كيلو اللحمة عشان نمشي بقى نروح البيت. ده مش هيحصل ولا في الاحلام، معبودها تدخل كده وتطلع، ابدا ابدا، لازم اندومي. اعوذ بالله اعوذ بالله ملناش فيه. على طول انا هنا راحة في طريقي الى اللحمة. مناديل، والله عايزين مناديل، شوف سعرها كده يا معبود، فيها 3 أو 4، يا لهوي ب 14 ريال، هاتي من ابو خمسه ب 5 ريال، نبقى نروح العصر نجيب من ابو خمسه. انا هنا بدور على ايه؟ بدور على ملمع للبوتاجاز، خلص برضو من عندي، لا ده كله الله يكرم كل الحمامات. انا بدور على حاجه للبوتاجاز، هو عليه عروض بس مش ده اللي انا عايزاه، دي حاجات كده منظفات بقى، ديتول وما ديتول ودايما ديتول ده غالي غالي طالع في العالي كده. الصيت ولا الغنى، ده برضو ما ينفعش، كل ده مطهرات علينا، ربي ما كتب، الحمد لله. يلا اطلعي عن نص كيلو اللحمة. يلا طايت، لا الطايت بجيبه بالكيس الكبير، بجيب الكيس 19 كيلو تقريبا، حلو بيقعد عندي شهرين. يلا يا ام عبود خلصينا يا حاجة خلصينا، ما احناش فاضيين. طيب مش عارفه ماشيه بالراحه ليه، امشي بسرعه، شافش حاجه تلفت نظرك وتشتريها امشي. الحمد لله الحمد لله يا رب وصلنا عند اللحمه. بسم الله، خلي الراجل يعدي وعدي، يلا روحي
رز عندنا، رز عندنا الحمد لله، عندنا رز مصري ورز بسمتي دي شوايات حلوة ما شاء الله. شوفي يا ام عبود سعرها كام كده، بسم الله 371، رجعها مكانها وامشي يا ام عبود على اللحمة. يلا عندنا الشوايات العادية 371، ليه؟ عشان حاطين لها رجلين يعني. الله المستعان. دجاج لا، عايزين لحمة النهاردة. ايوه الحمد لله رب العالمين، وصلنا للحمة. اللحمة عندهم حلوة بصراحة، حلوة حلوة طازة كده وشكلها جميل. عايزين مقطع موجود، عايزين حتة ماسكة نفسها وانت تقطعيها برضو، كل حاجة موجودة بس يكون معاكم فلوس. هي غالية شوية هنا بس بصراحة لحمة نمبر ون، حلوة حلوة. عبود قاعدة بتفكر تجيب ايه، بتدور هي لسه، لسه ما قررتش على فكرة. يا حاجة انت جاي تجيبي نص كيلو لحمة مفروم، ايه اللي يوديك عند الحاجات دي؟ على طول قولي للراجل هات نص كيلو لحمة مفروم، هيديك نص كيلو لحمة مفروم. لا انا بشوف برضو دي عليها عرض 49، يعني 40 ريال بالعظم، بالعظم 40، من غير العظم تقريبا حاجة و60، هنشوفها الحين. ريش حلوة، الريش عندهم جميلة بصراحة، بس مش وقته يا ام عبود، احنا هندفع الايجار الشهر ده، يعني هو نص كيلو اللحمه وفضل ونعمه، امشي مش وقته خالص انك تفكري في اي لحمه تانية. بدل عندنا ايجار يبقى لازم يبقى في حاله شويه يعني نوعا ما تقشف، مش تقشف قوي بس يعني ايه، يعني عشان المركب تمشي من جميع النواحي. قلت له هات لي نص كيلو اهو، وهات لي فيه حطي لي عليه قطعه دهن، عشان الحواوشي لازم بيحب اللحمة اللي فيها ايه دهن شوية. الراجل ما قصر، جابها اهو بيفرم فيها، وانا لسه بتفرج برضو يعني بشوف كده يعني حاجة كده تكون كويسة بتاع، بس بصراحة لقيت كلها يعني اقل قطعة من دول ممكن 120 130 كده، اللفة من دول 120 130، وفي 200 وفي 300 تبع الوزن بتاعها. هي حلوة بصراحة جميلة، منقدرش نقول فيها حاجة. هنا الراجل بيفرمها لي، قلت له فرمها فرم ناعم، وانا قاعدة ايه بتفرج. بكام الكيلو؟ ب60، ب61، اللي هي اللي ما فيش فيها عظم، ب61. بس زي ما قلت لكم لحمتهم جميلة جدا 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 بصراحة يعني. لسه الراجل بيفرم لي فيها الحمد لله، يعني ما لقيتش زحمة، كل مرة بيبقى في ناس كتير. حلوة الصوصات والحاجات دي، هم حاطينها بس زينة كده بس يعني كمنظر كده يعني. عاملينها بقى هنا، اللي عايز مقطع، اللي عايز شاورما، اللي عايز اللي هو سكالوب بانيه، الحاجات دي كلها موجودة. ولو لو انا عايزاه يعمل لي بيعمل يعني، ما بيقولوش حاجة يعني، ناس حريفة في التقطيع ما شاء الله. خلاص الحمد لله جبنا نص كيلو لحم الحمد لله رب العالمين. يلا يا حاجة هنا هم في مكان هنا تطلعي منه على الكاشير على طول وعلى البيت. قابلوني قابلوني اذا طلعت النهارده. لا احنا نجيب، افتكرت ان احنا عايزين جبنه، ما انا بقول لكم كده تيجوا مكان زي ده تفتكروا كل حاجه، تفتكروا كل اللي انتوا ناسينه بقالكم سنه. هنا عايزين جبنه وعايزين مخلل، العيال طلبوا مني مخلل، ماشي. دي جبنه بقى وعليها فلفل وعليها زيتون وعليها ذره، بتبقى سلطات كده يعني، سلطات من الاجبان. انا ما بفضلهاش قوي لان بصوا بيبقوا لمين كل حاجه كده كده وكده وكده يعني، عشان ايه؟ عشان يخلصوا منها الجبنه القديمه اللي عندهم، شويه حاجات ما حدش اشتراهم، يحطوا كله على بعضه. في ناس بتحبها وبتاخد، بس انا ما بفضلهاش يعني، لان عارفه انها بواقي الاجبان. الجبن هنا حلو عندهم برضو بصراحه، انا عايزه من الجبنه الصفراء دي اللي هي الدمياطي، حلو عليها عرض 31 او 32 ريال الكيلو، ناخد قطعه ممكن نص كيلو. وفي هنا الجبن بقى اشكالا والوانا ما شاء الله يعني، في هتلاقوا جبنة سورية، جبنة تركية، جبنة مصرية، جبنة بحبة البركة، جبنة قريش، جبنة ملحة، جبنة عدبة، جبنة وسط، هتلاقوا جميع الأذواق يعني. هنا بسم الله ما شاء الله عندهم مجموعة من الأجبان حلوة جدا بصراحة بصراحة يعني، جبنة بزيت الزيتون، جبنة بالزيت الحار، زي ما قلت لكم جبنة بحبة البركة، جبنة بال اسمه ايه ده، لا اله الا الله، بالجزر المبشور، يعني مجموعه كبيره جدا، لبنه، لبنه ساده، لبنه بزيت الزيتون، لبنه بحبه البركه، كل الاذواق موجوده هنا، كل اللي عايز حاجه بيلاقيها ما شاء الله. انا واقفه بقى عشان كان في ناس قدامي،
حسيت ان انا هطول، قلت اروح اعمل اجيب حاجة تانية عم الناس تمشي وابقى ارجع لهم تاني. رحت هنا ايه، انا عايزة لبن، عايزة لبن. ايوه اللبن اهو، هات يا ام عبود، هاتي كامل الدسم. ايوه ده حلو ب6 ريال، لا ما تجيبش الكبير، العيال مش هيشربوه يلعبوا فيه، هاتي على قدهم يا حاج. ده حلو، ايوه كده احسن من البيبسي، اضحك عليهم باللبن احسن من البيبسي. بس على مين ده، لازم اجيب لهم حاجه وزبادي اساسي، يعني لبن وزبادي. حليب عندنا، عندنا شويه حليب. عايزين ايه تاني؟ عايزين عصير او حليب بالشوكولاته للاولاد اللي في البيت. ما لازم ارجع لهم بحاجه، ما جبت لناش حاجه وانت جايه رايحه كده وراجعه من غير حاجه، ايدك فاضيه؟ لازم اي ام كده يا جماعه تطلع بره لازم ترجع بحاجه في ايدها، ما ينفعش ترجع بايدها فاضيه. والله لو انت جايبه بصي السعوديه بحالها لازم تجيبي لهم حاجه. جبت لهم هنا عصير ورجعت اهو، كانوا خلصوا الحمد لله. قلت للراجل هات لي واحده الجبنه من ده، اهي جاب لي واحده. ايوه ايوه دي هات واحده، ما يعني لهاش عرض ولا حاجه، بس الجبنه دي حلوه انا بحبها يعني، بالذات انها مصريه فحلوه يعني. عايزه مخلل برضو، قلت له تعالى عند المخلل عشان اشاور له. اه تخيلوا بقى، شوفوا الاتنين دول هوريكم حاجه هنا. اه ده مخلل مشكل وده مخلل مشكل، ده تركي ده لا يوناني بحوالي 12 ريال الا ربع، وبتاعنا المصري ب6 ريال. قال لي تاخدي منه، قلت له هات من ابو 6. يعني ده احنا لازم نشجع المنتج المصري، يعني جينا في الغالي وهناخد اليوناني؟ ابدا ابدا، مصري هي امي، هات يا عم المصري. ايوه ماله عيبه ايه، نفسه بالله عليكم في فرق؟ مفيش اي فرق خالص، بس ده يوناني وده مصري. قلت له هات المصري ب6 ريال، هات نص كيلو ب3 ريال، شفته ب6 ريال، واليوناني ب12. مش لو لفت نظري بقى دي جبنه بالمش بتاعت مصر، قلت له هات لنا حته كده صغيره نجربها. يعني انا مش من هواة الاملاح، بس يعني نفسي راحت لها. قلت جيبي لك قطعه يا ام عبود، ما حصلش حاجه يعني. ايوه قلت له هات الحته الصغيره دي يمكن تيجي ربع كيلو. ايوه هي دي حطها يا ابني، قلت له حط شويه مشي معاها، شحتنا مش بفلوس، حط حط. ايوه كده حط 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 كمان حط، ما انت عندكم كتير جوه، حط يعني ما كده كده هتوزنها وتحسبها عليا. كنت عايزه ايه تاني؟ كنت عايزه زيتون، وبعدين رجعت في كلامي قلت لما انا جايبه مخلل وجايبه جبنه ملح، يعني احنا نقضيها موالح؟ طنشي طنشي يا ام عبود. بعد ما كنت هجيب ربع كيلو الزيتون ده حلو، قلت له لا خلاص كنسل، حط بس الحاجات دي حط عليها سعر وهات. يلا خلينا اروح اشوف ايه، اشوف مشاغلي بقى. راح هو يحط عليها سعر، انا هنا عند العربيه بتاعتنا اهي، لازم كل حاجه ناخدها من المكان. اللحمه لازم بتاع اللحمه اللي يحط لك سعر، الاجبان لازم بتاع الجبنه اللي يحط لك سعر، البقوليات كله السعر بيتحط من هناك، السعر بيتحط من هناك. تمام كده، هو لسه الراجل بيحط عليهم. خلاص هنا اداهم لي بسم الله، المخلل والجبنه والجبنه التانيه. يلا يا ام عبود سيري على بركه الله، اطلعي يا حاجه اطلعي من هنا، اطلعي من هنا يا حاجه. اه دي بقى جبن وما جبنش الله الله ما شاء الله ما شاء الله، احنا عاملين رجيم يا ام عبود، اطلعي على طول مباشره، ما تروحيش ناحيه الحاجات اللي فيها سكر دي خالص. اه تشيز كيك ما شاء الله، جاتو حاجات بقى يعني ايه ملناش دعوه بيها، ماشي احنا عاملين رجيم والحاجات دي بتزود الوزن كفايه يعني الحمد لله. اطلعي من قسم المعجنات ده خالص مالكيش فيه على طول يا حاجه يلا. على طول عايزين ايه؟ مش بقول لكم لو انتوا بصوا يعني لو الواحد اصلا ناسي كل حاجه بيجي هنا المكان يفتكر خلاص، عايزين بيض. الذاكره هنا اشتغلت سبحان الله، الذاكره بتاعتي ما بتشتغلش الا في الاماكن اللي فيها دفع فلوس. عايزين بيض علي عرض ب12 او ب13 ريال، حلو يا ام عبود. هو صغير صحيح، مش عارفه صغير كده ليه، يلا ما عليه. اه يعني هيقول لا، يلا خدي كرتون بيض، خدنا الحمد لله. عندك برتقال، انت جايبه من سوق الخضار كرتونه ب35 ريال، امشي على طول. يلا ليمون عندنا برضو، عندنا ليمون كمثرى. اه لمحت الكمثرى عليها عرض، بس الكمثرى دي مش حلو، ما تجيبهاش يا ام عبود ما تجيبهاش، مش حلو خالص. الحمرة دي ملهاش طعم اصلا حتى لو كانت ب5 ريال. والعنب ده مش حلو، الفراوله حلوه، شوفيها كده بكام يا ام عبود؟ يا لهوي
41 ريال حطيها حطيها يا ام عبو، تحطيها في مكانها وامشي. 41 ريال ليه؟ نتوحم. امشي يا حاج امشي. هنشوف هنا ايه اللي على عرض بقى. ما فيش حاجة عليها عرض، كل يوسفي وتفاح اخضر عندنا، تفاح احمر ما بنجيبهوش يعني في سكر عالي. لا برتقال عندنا يا حاجة خلاص ابو سرة. موز ما لهوش عرض، امشي على طول. العيال بياكلوه في نفس اليوم ملوش لازم، روحي روحي. هات لهم تفاح جامد يعني حتى لما يجوا ياكلوه يتعبوا ما ياكلوهوش على طول، يسيبوه شوية. اناناس ما شاء الله بكام؟ كام ده؟ مش عارفه والله ما خدتش بالي، تقريبا ب 12 ريال ملوش لازمه برضه. شوف اي حاجه بتتاكل في نفس اليوم ما تجيبهاش، حرام. ما هتجيبها ياكلوه، استفدنا ايه؟ لا. ده عجبني بصراحه. اللي هو اليوسفي الباكستاني كبير كده وجميل، ناخد اتنين عادي يعني، حرمش نفسنا من حاجه. اتنين كده جبر خاطر برضه. خدت اتنين تمام. طماطم بكام؟ يا لهوي يا لهوي. طماطم ب15 ريال الكيلو، ده انا جايبه اكتر من 10 كيلو ب20 ريال من سوق الخضار. عندك يا حاج عندك فلفل؟ لا ده ما تسيبهوش. شوفي حاجه بريالين ب3 ب4 ب5 نزعل منك لو سبتيها. هاتي كيلو، هاتي كيلو فرصه. انا جاي على الخياره بريالين ونص وعايزه تمشي وتسيبيه؟ خليكي نصحى يا ام عبود. يلا هاتي كيلو يا حاج. ايوه جميل كده طازه وحلو، هم حاجاتهم حلوه بصراحه. بصوا يعني نقول اللي لنا ونقول اللي علينا، الخضار بتاعهم طازه، اللحمه بتاعتهم نمبر 1، الاجبان كل حاجاتهم حلو بصراحه بصراحه. يعني اغلب الاحيان بيكون على الخيار عرض، بيكون على البتنجان، بس انا المره دي لقيت البتنجان ما لهوش عرض رغم اني كنت محتاجاه، قلت نبقى نجيبهم بند بقى. هنا نقيت كيلو، انا كنت طبعا بصور وبحط كيلو اهو، راح احط للراجل يحط عليه سعر هو والاثنين يستفند اللي جبتهم. حط يا عم سعر، اترك الجوال. انت قاعد تشتغل ولا قاعد تلعب في الجوال؟ اترك الجوال واشتغل، شوف شغلك. تمام كده. الاثنين اليوسف اللي جبناهم الايتام دول عادي عادي اهو، يبقى جبنا خلاص اتنين اتنين عادي. ما احنا عندنا برتقال يعني عشان ما بقاش فطره يعني، هو اصلا اخوه نفس الشكل بس ده ريحته حلوه شويه. الاثنين دول جوب كام؟ جوب 3 ريال. يلا حلوين، فضل ونعمة فضل ونعمة. هنا ايه تاني حطيتهم في العربية؟ شوفي يا حاجة هتجيبي ايه تاني؟ خدي جولة هنا كده شوفي حاجة عليها عرض. لا مفيش 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 حاجة خالص عليها عرض. خدي كيس، خدي كيس عشان يمكن يعجبك حاجة هنا عند الخاص والجرجر والحاجات دي. تعكس يا حاج. كزبرة عندنا، ده حلو بس لا ما عجبنيش، لونه اصفر شوية. اللي هو الكراب والرجله برضه دبلانه، والسبانخ مش وقتك. البصل الاخضر ما عندناش، هاتي اتنين يا ام عبود. انا ما اقعد افتح في الكيس واوجع قلبي، اودي الكيس والبصل للراجل يحطهم في قلب الكيس ويحاسب عليهم. ايوه كده صح تمام. كنت واخده 3 افتكرت ان الواحده بريال، قلت لا اتنين حلوين. والخص بتاعهم مش قوي دبلان النهارده، والدقيق الجرجير برضه مش حلو دبلان. شركت المحل يا ام عبود، روحي اطلعي. الشبت هنعمل بيه ايه؟ لما نبقى نفكر نعمل محشي نبقى نجيب معاه شبت. اقلب على الجهه التانيه يا حاجه. يلا ده ما كانش نص كيلو لحمه ده. والقاس ما شاء الله، بس خلي بالكم القاس ده قديم عنده. ايه اللي عرفك يا ام عبود؟ لما تلاقيهم مقطعين منه حتت كده ومقشرينه اعرفوا ان هو بدا يخرب وهم يقشروه، ملناش فيه. انتم عليه عرض يا ام عبود، هاتيه بريالين ونص. هاتي واحد يا حاج، هاتي واحد. بصل عندنا الحمد لله، بطاطا لا لا بتدخن، جوز الهند، ابو فروه. ده ايه ده؟ رجع تاني كده لفت، بس ده بلين برضو. ممكن كنا جبناه وعملنا مخلل بس ده بلين. وده ابو فروه العيال، ده ابو فروه العيال مش بيحبوا قوي. هنا خلاص بقى هروح فين؟ هروح احط بقى سعر على البصل، احطهم هنا عند الراجل على ما الناس اللي بتحاسب تخلص. نخليه يحط عليهم سعر واشوف انا ايه هعمل. ايه تاني هعمل؟ ايه تاني؟ مش هعمل حاجه. خلاص خدي البصل بقى يا ام عبود واطلعي. انا ابني مستنيني بره، اتحداكم طلعت لقيته اكيد هيقلق ويمشي، يقول انا هروح اي مكان لحد امي ما تخلص، هروح اي مكان لحد امي ما تخلص وبعدين يرجع تاني ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا شايفين كده
خلاص كده اعتقد خلاص يعني. خلاص يا حاجة بقى، خلاص احنا مش عايزين حاجة من هنا. اطلعي يا ام عبود، اطلعي البامية. شوفي كده ب5 ريال، حلو. لا وحلو برضو طرية، انا بس اجربها اشوفها طرية كده ولا ايه، ولا كبيرة. لا حلو، حلو خالص ما شاء الله. سفرجل، رمان، مش حلو دلوقتي. بعدين احنا عندنا كرتون البرتقال، يعني احنا جايبين كرتون برتقال عشان نرميه ولا عشان ناكل؟ اوعي تجيب اي حاجه لحد ما ايه، لحد ما نخلص الحاجات اللي في البيت. بتاع الاخضر ده اسمه ايه، اسمه ايه، اسمه ايه، نسيت اسمه. برو، لا افوكاتو، افوكاتو. افوكاتو زي ما احنا شايفين كده. تحسوا ان انا بلف حوالين نفسي. يلا يا حاجه اطلعي، الواد الواد زمانه سابك ومش امشي، شكلي بروح ماشي. خلاص افتكرت بقى ايه، لا حاجه اخيره افتكرت، ان احنا عايزين خبز. رحت اجيب 5 اكياس او 6 خبز، لاني بحطهم في الفريزر يعني مش بيخرب ولا حاجه، وكل يوم اطلع كيس. احيانا العيال يفطروا بيه، احيانا اعمل انا يعني مره كده ومره كده. هنا ماشية بقى، انا رايحة عند الخبز. هنا المكسرات، كنت عايزة اجيب بس ما لقيتش حد واقف عندها، قلت خلاص بعدين مرة تانية. هنا خلاص جبت الخبز اهو الحمد لله، ومشيت بقى. يا رب نطلع بقى، يا رب نطلع ونخلص يا رب. عندك 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 في الفليزر والله، عندك 6 اكياس. طلعت اطلعي يا ام عبود، ام عبود دي بصوا هي عايزه حد يضربها عشان تطلع. اطلعي يا حاج، ما ينفعش كده، معناش فلوس، اطلعي كفايه اللي جبتيه، اطلعي. لفت نظري، عايزين نعمل محشي، بس ده مش هيعجبك، ده مش حلو خالص خالص، واصلا ما ينفعش للمحشي، مش حلو، مش حلو وغالي. هنا في بندا بيبقى حلو وبيبقى بلدي، نجيب من بندا. هنا خلاص الحمد لله، الحمد لله قررت ام عبود تطلع. يا دي النيله، ما طلعتش تاني. رايحه فين يا حاج، رايحه فين؟ ابغى اعرف انا، انت رايحه فين؟ عايزه اجيب شوكولاته للعيال، بس ما جبتش، ما عجبنيش حاجه يعني، كلها مش هي اللي هم بيحبوها يعني. انا افتكرت ان انا عايزه زبده، مش بقول لكم؟ في حاجه في دماغي بتفكرني، الذاكره بتشتغل هنا، دماغي بتبقى صحيه قوي. مفيش، الحمد لله ما لقيتش الزبده اللي انا عايزاها. في زبده جميله اسمها مازولا، بس ما لقيتهاش بقى لها فتره، مش لاقيها في السوق، ما لقيتهاش. دي اجبان يا ام عبود، الزبده وراكي وراكي على طول في التلاجة اللي وراكي. ايوه هنا، بس مفيش يعني. المره هي اللي انا بجيبها في علبه، ما هيش دي خالص خالص. لا غاليه. يلا مشينا بسم الله كده بقى، توكلنا على الله، نروح نحاسب ونطلع عشان نروح بيتنا ونشوف مصالحنا. ما شاء الله الناس ملتزمة بالكمامات لسه. يلا ربنا يستر على الجميع يا رب، اللهم امين. لازم اجيب برضو حاجة تانية للعين يعني، واحد الحليب بالشوكولاتة ده ما يملاش عينهم برضو. جيب لهم ايه، فيشفاش اللي هو شيبسي، زي الشيبسي كده، بس هو مش شيبسي يعني. ايوه لا يا ام عبود، لا هاتيهم الاثنين زي بعض، هيقولوا لك ليه جايبه ده لون وليه جايبه ده لون، هاتيهم الاثنين زي بعض. رجع الاخضر يا حاجه، ايوه رجعيه، هاتي اثنين زي بعض عشان ما يوجعوش راسك يعني، صح كده. هاتي كمان واحد، بسم الله اللهم يسر يا رب. خلاص خلاص يا ام عبود، خلاص كفايه. وهنا طلعت الحمد لله بقى، بس قبل ما امشي لازم امسك الفاتوره ارجعها واحده واحده، يمكن ضحكوا عليا، يمكن ادوني حاجه زايده عن سعرها، يمكن كده. هو كده لازم ام عبود تراجع الفاتوره، بصوا من الالف للياء. اتقضيت تقريبا ب165، حلوين فضل ونعم. يلا الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.